أكثر من 23 مليون لتر من المشتقات النفطية تم إحباط تهريبها من قبل فرق مديرية شرطة الطاقة عبر عمليات دهم لأوكار المهربين، عمليات أفضت إلى متابعة ودهم 100 وكر والقبض على المتهمين خلال النصف الأول من العام الحالي. منذ بداية السنة لغاية الآن عدد الصهاريج والعجلات الملقى القبض عليها 489، عدد الأوكار المضبوطة للتهريب المشتقات النفطية 100، كمية المنتوجات اللي تم مصادرتها 23 مليون و308 ألف لتر وعيدت للدولة، عدد المتهمين اللي ملقى القبض عليهم 553، إضافة إلى تم إلقاء القبض على محطات وقود عدد 2 مخالفة. التوجيهات المستمرة والأوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة أسهمت حسب معنيين في شرطة الطاقة بتراجع عمليات تهريب الوقود بنسبة 90%. خبراء الأمن أكدوا أن السيطرة على ملف تهريب المنتجات النفطية ما هو إلا شكل آخر لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها. تشكيل أكثر من لجنة، يعني خاصة بالفترة الأخيرة خلال 20 يوم السابقة كان هناك تركيز كبير على موضوع حرس الحدود وحماية الحدود وعلى مستوى الحدود الرسمية وعلى مستوى المناطق الغير مؤشرة على الخريطة. هناك إجراءات عالية جدا في سبيل حصر هذا الموضوع، وأعتقد يعني ابتدأ مفعولة بالخط الإيجابي، يعني هناك الكيرف بدأ بالنزول كثيرا. هذه خطوة أولى، أعتقد يعني خلال الأشهر القادمة سيكون هناك تحسن كبير بهذه النقطة تحديدا. تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين بتهريب الوقود ردع قوي للمتلاعبين باقتصاد البلد، إذ أصدرت محكمة جنايات محافظة ميسان حكما بالسجن لمدان بتهمة التهريب وصلت إلى 15 سنة، وما تزال الأحكام القضائية والعمليات الأمنية مستمرة تجاه متهمين آخرين. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.